على عسر يداوم ولا يسر يدوم. يفعل في عباده بمراد سلام عليك. وابن ادم من دنياه ما جيت بكافه. اي والله. فالله لا يخلي من الارض الاجواد اهل المواقف والنوايا. قول الحمد لك يا الوالي يا الفرد القدير. الحمد لك يا الوالي يا الفرد القدير على الليالي كلها بيض وسود راضين وندين لك بالفضل. الله يسلمك. هذه من باسمي واسم المتسابقين وفقره مقادير. والله الف والله يبيض وجهك وانت والله حقك اكبر من شيء هذا. الله يبارك. ولكن الهديه على ما قال بالقدر ما هي بالقيمه. الله يطول عمرك على كل حال. جمهور فقره مقادير بمشيئه الله سبحانه وتعالى التقيكم باذن الله في برامج عما قريب بمشيئه الله، وهذه ما هي بالنهايه بمشيئه الله لكن نهايه الموسم. ويدخل على البث بالغلط وكان ابوظ بضبض المدلع تالي الليل يعصب علينا كذا مره تعصيبه وانا تلاحم معاه. جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. انا اعتذر اعتذار شديد جدا من كل شخص منكم تجاوزت عليه بكلمه او ما وفقت بكلمه انا وجهتها له. لا والله. او مثلا تركي قسى عليه. اعتذر منكم من اسركم يعني وبرضه من جمهوركم ومن محبينكم يعني هذا يمكن تعودتها دائما في نهاية أي دخولية أن يعتذر من الجمهور. ما تستانس. لكن والله أنك ضحوك وسوالف وشيء حلو. أتمنى ذلك. الله يرحم والديك وعز الله أنك ما ظلمت فقرك. جعلني ما عدمكم. شكرا لكم بهذه الكلمات النيرة. بكل أمانة كنت أرى يعني أبغاهم يتكلمون ويفوضون على شاعرهم لا يتكلمون عن أخوهم. أنا ممتن لهم. أنا يعني متقوي بهم. شكرا لهم. الله يبيض وجيهكم. شكرا لي جمهورنا الغالي. شكرا لإدارتنا. أعيد وأكرر وأتمنى إن شاء الله نحن نلتقي بكم في برامج قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حتى السلطة العليا ختمت يبغى أخذها كاش. مستمرين إلى اليوم الختامي.